أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج حوار ليلى، وفي موضوعنا الأول حيث تواجه القضية الفلسطينية تحديات جسيمة على ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية المتسارعة، خاصة بعد فشل إنهاء الانقسام الوطني ومداواة جرحه الغائر وتعثر إجراء الانتخابات ووصول المفاوضات مع إسرائيل إلى طريق مسدود، بالإضافة إلى جملة من تحديات إقليمية ودولية رجحت فيها الكفة أحيانا للاحتلال. أسئلة مركزية مهمة فرضت في ضوء هذه التحولات الكبيرة، وهي: ما مستقبل القضية الفلسطينية في ظل سلطة وصفها متابعون باللا سلطة؟ وهل فلسطين الضائعة والمحتلة ستصبح دولة يوما، أم أن الاحتلال وإسرائيل قتلت الفكرة في مهدها؟ الأولويات الفلسطينية في المرحلة الراهنة ما هي؟ سنناقش الإجابة مع ضيفنا الكريم والذي سيكون معنا على الهواء مباشرة، ولكن بعد هذا التقرير. تواجه القضية الفلسطينية تحديات جسيمة على ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية المتسارعة، خاصة بعد فشل إنهاء الانقسام الوطني ومداواة جرحه الغائر وتعثر إجراءات الانتخابات ووصول المفاوضات مع إسرائيل إلى طريق مسدود، بالإضافة إلى جملة من تحديات إقليمية ودولية رجحت فيها الكفة أحيانا للمحتل. أسئلة مركزية مهمة فرضت على الفلسطيني في ضوء هذه التحولات الكبيرة، وهي: ما مستقبله في ظل سلطة وصفها متابعون باللا سلطة؟ وهل فلسطين الضائعة والمحتلة ستصبح دولة يوما، أم أن إسرائيل قتلت الفكرة في مهدها؟ وما مستقبل الانقسام الذي تجسد كيانيا واجتماعيا وحتى إداريا وسياسيا بين شطري الوطن، لا سيما بعد فشل إجراء الانتخابات؟ وما شكل العلاقة مع جنون الاستقواء الإسرائيلي وخروجها على القانون الدولي على علاته؟ وكيف ستكون اتجاهات الحاضنة العربية والدولية للتوجهات الفلسطينية؟ وهل أمست الأولويات والأدوات الفلسطينية التي استعملت في الماضي صالحة لمتغيرات وأحداث اليوم مع ثبات الشخوص وتغيير الأزمنة وعقم الخيارات؟ كل ذلك أصاب الفلسطيني بحيرة أوصلته إلى يقين بأن الوضع القائم بحاجة ماسة إلى ثورة تصحيح في جملة التفصيلات والمعطيات التي تحكم مكونات البيت الداخلي وإعادة ترتيب أولوياته وتغيير قواعد اللعبة السياسية والعلاقات الداخلية والخارجية التي من شأنها أن تحسن هذا الوضع المزعزع. ولمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا على الهواء مباشرة من غزة رفيق أبو ضلفة، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي. أرحب بك ضيف الكريم معنا. أهلا بك أستاذ عامر، شكرا لاستضافتك. أهلا بك أستاذ رفيق، وحديثنا عن الأولويات والأدوات الفلسطينية في هذه المرحلة. السؤال هنا: هل اختلفت الأولويات الوطنية الفلسطينية بين الماضي والحاضر، وتحديدا ما بعد عام 2007؟ شكرا أستاذ عامر على تفضل أستاذ رفيق. شكرا أستاذ عامر على هذا السؤال الجوهري والمهم، ودعني أقول أن أساس ألمنا وجرحنا كفلسطينيين هو الانقسام، وأن أولوياتنا الوطنية الفلسطينية أصبحت من خلال الانقسام متأزمة. نعم. والانقسام في عام 2007 كان هو من أجل ما قبل 2007، كان من أجل دحر الاحتلال، وكانت تتركز كافة جهودنا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. أما بعد ما حصل الانقسام في 2007 بمعنى الانقلاب على الشرعية الفلسطينية، أصبحت الأولوية الفلسطينية هي لإعادة لحمة الوطن لإنهاء هذا الانقسام البغيض، الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، حتى نستطيع من مواجهة دولة الاحتلال. وبالتالي أعتقد جازما أن الانقسام هو السبب الرئيس في تشتيت جهودنا و
في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. كما أن دول العالم كما هو معروف، نعم، وخاصة الدول العربية منها، أصبح جهدها الآن بدلا من أن يكرس في دعمنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، أصبح يتكرس في آلية إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، أي الانقسام الداخلي. شعبنا الفلسطيني يا أخ علاء بأكمله أصبح الآن شغله الشاغل، نعم، كيف يمكنه توحيد شطري الوطن وإنهاء الانقسام. لأنه بكل صراحة المدخل لإنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة من أزمات إنسانية، نعم، متلاحقة هو إنهاء الانقسام. على سبيل المثال معبر رفح، نعم، والمغلق بسبب الانقسام، ارتفاع حدة البطالة هي بسبب الانقسام، أزمة الكهرباء، غلاء المعيشة بسبب الانقسام، كل هذه المعيقات، نعم، يعني تتحملها بدرجة كبيرة وزر هذه المعيقات اللي ذكرناها، المعبر والكهرباء والبطالة وما شابه ذلك، سبب هذا كله هو وهذه المعيقات هي الانقسام. وبالتالي أصبحت أولوياتنا الفلسطينية اختلفت رأسا على عقب، نعم، حيث كان كل تركيزنا سابقا بابتداع الأساليب جديدة لمواجهة الاحتلال وتثبيت الكينونة الفلسطينية. أما الآن شغلنا الشاغل هو حل أزمات قطاع غزة المتراكمة. وبالتالي أعطينا في 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 تقديري الاحتلال الإسرائيلي فرصة مجانية بهذا الانقسام البغيض. نعم. لذلك نؤكد على أن أولوياتنا ما قبل 2007، نعم، اختلفت عنه ما بعد 2007. إذن هذه الأولويات التي اختلفت ما بعد يعني أصبح عام 2000. شغلنا الشاغل. نعم. نعم، هذه الأولويات التي تغيرت ما بعد عام 2007 كيف يعني يمكن ترتيبها على مستوى البيت الفلسطيني الداخلي الآن عمليا بعد 10 سنوات من الانقسام والمحاولات من الشقاء العرب وأيضا اللقاءات والحوارات، من بيده تغيير كل هذه الأولويات وترتيبها؟ هذا الكلام، نعم، بيدفعنا أن نخوض في ما هي خياراتنا الفلسطينية في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية الدولية. نعم. أعتقد جازما أن قضيتنا الفلسطينية أصبحت هي الضحية لهذه المتغيرات الإقليمية والدولية. بالطبع. وللأسف الشديد أنه ما بعد الربيع العربي تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية. نعم. وأصبح الكل العربي منشغل في قضاياه الداخلية، وانشغل العالم في أولويات أخرى في نظره أنها طارئة، ويعتقد هذا العالم أنها الأهم، مثل ما بيحصل الآن في سوريا، ومثل ما بيحصل في العراق، ومثل ما بيحصل في اليمن، بالإضافة إلى أنه وللأسف الشديد القضية الفلسطينية أصبحت الآن بحالة جمود، وتوضع كافة حقوقنا الوطنية الفلسطينية ومشروعنا الوطني على الرف. إلى متى؟ إلى حين إجراء الانتخابات الأمريكية ونتائج من سيفوز في الانتخابات الأمريكية. لأن الإدارة الأمريكية يعني المحتكرة للعملية السلمية بتكون مشغولة عادة في السباق الرئاسي. نعم. لذا أعتقد جازما أنه أصبح علينا كقوة وطنية وإسلامية وكقيادة فلسطينية جهود مضاعفة لمحاولة كسر هذا الجمود الذي يعتري القضية الفلسطينية ولمحاولة إعادتها للصدارة مجددا. نعم. طيب أستاذ رفيق، هذه الخيارات، نعم، التي هي أمامنا، نعم، خيارات، نعم، لنتحدث حول ارتباط هذا الانقسام، خيارات كثيرة وواسعة. نعم، جميل. قبل أن نتحدث عن الخيارات، لأنه طالما أي خيار ممكن أن يطرح في هذا الوضع المتشرذم الفلسطيني الذي ليس هناك ربما أي صياغة سياسية واضحة وموحدة للكل الفلسطيني تحوز على إجماع وطني،
ربما لن يكون هذا الخيار قويا، وبالذات في مواجهة الاحتلال وفي إعادة ترتيب هذه الرؤية أمام العالم لتحوز على دعم الأشقاء العرب وأيضا الدول الصديقة. نتحدث هنا حول ارتباط الانقسام ربما بالقيادة الفلسطينية أو قيادة السلطة، كون أنها تواجه انقسامين في الساحة الفلسطينية، انقسام وطني ثم انقسام داخل حركة فتح. هل تعتقد طالما أننا نبحث عن الحل، أليس بيد قيادة السلطة قرار إنهاء كل هذه الانقسامات، كون أنها ربما بيدها الحل في مثل هذا القرار؟ يعني دعني أقول أن قيادة السلطة قدمت أكثر من محاولة لإنهاء هذا الانقسام. كيف؟ قيادة السلطة وبضغط من القوى الوطنية والإسلامية، نعم، قدمنا أكثر من محاولة لإنهاء الانقسام. وأريد أن أذكر وأرجع للخلف قليلا، نعم، أنه من أجل إنهاء الانقسام تم التوافق على تشكيل حكومة توافق وطني. ولكن حكومة التوافق الوطني لحتى هذه اللحظة لم تمكن من بسط نفوذها وسيادتها على قطاع غزة، وأن تكون هذه الحكومة لغزة وللضفة الغربية. ولا أريد أن أرجع إلى الماضي وماذا حدث لعدم تمكين هذه الحكومة. أنا بقول على أنه من أجل إنهاء الانقسام يجب أن تتوفر أساسا الإرادة السياسية، الإرادة السياسية المسيطرة على طرفي الانقسام. أيضا يجب أن نحافظ على استقلال قرارنا الفلسطيني، نعم، الذي قدمنا من أجله الكثير من الشهداء ومن المعتقلين السياسيين. إن لم نتمكن وإن لم تتوفر هذه الإرادة السياسية، أنا باعتقادي أنه سيبقى الانقسام دائما، بل هو قد يكون مؤبدا. طيب، يعني على سبيل المثال لما بتيجي اليوم حركة المقاومة الإسلامية حماس من خلال كتلتها البرلمانية وبتعلن عودة الحكومة السابقة، يعني حكومة إسماعيل هنية، ألا يعني ذلك أنها لا ترغب في إنهاء الانقسام؟ ولكن يعني في هذا الأمر ربما أنها تضع العراقيل، نعم نعم، أمام. هناك الكثير أستاذ رفيق من الحلقات ألا يعني المفقودة أنها ربما أنها, من أنها تضع العراقيل أمام حكومة التوافق الوطني؟ نعم، عيد السؤال. لنتحدث بشيء من الجزئية، وهي كيفية التعامل السياسي الفلسطيني والقيادة السياسية الفلسطينية مع المتغيرات الدولية، وكيف تنظر إلى هذه المتغيرات وصولا إلى جلب المصلحة للداخل الفلسطيني، مع أن هذه المتغيرات هي تؤثر بالفعل على كل الواقع العربي من حولنا. يعني أنا 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 قلت وبرجع أكرر بقول إنه علينا إحنا كقوة وكقيادة فلسطينية، نعم، نضاعف الجهود لمحاولة كسر هذا الجهود اللي بيعتري القضية الفلسطينية ومحاولة إعادتها إلى الصدارة. وعلينا أن يعني نفعل هذه الخيارات وهي كثيرة، منها يعني الخيارات الدبلوماسية، انتصارنا الدبلوماسي في اليونسكو الأخير وقبلها في الأمم المتحدة، نعم، والمقاومة الشعبية المستمرة في بلعين وفي نعلين وقرى الضفة الغربية والهبة الجماهيرية الأخيرة اللي فجرها شبابنا الفلسطيني، كل ذلك كان ضد الاحتلال. أعتقد أن لدينا كثير من الخيارات، ولكن علينا أن نحسن استغلال واستعمال هذه الخيارات بما يضمن تحقيق أهدافنا وأهداف شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على شطري الوطن وعاصمتها القدس الشريف. نعم، لنتحدث على سبيل المثال. تفضل. خدنا صدر قرار بالانتخاب. تفضل. نعم، أنت كنت تتحدث عن الانتخابات وكنت سأسألك حول هذا الموضوع، وهو مسألة قرار الانتخابات، هل كان هذا القرار موفقا والنتائج التي كانت مرجوة من هذه الانتخابات وما تبعها أيضا من إجراءات ثم إلغائها ثم تأجيل هذه الانتخابات
هل لو كان القرار في ظل توافق يعني اجماع وطني؟ يعني انت حاب تسالني سؤال مباشر؟ حاب تسالني سؤال مباشر انه يعني هل تاجيل الانتخابات في صالح الكل الوطني ولا لا؟ انا بدي اقول لك تاجيل الانتخابات هو امر مؤسف. بعد ما كنا بنتامل وبنعتقد ان هذه الانتخابات ستكون البوابه لانهاء الانقسام واللبنة الأولى التي سيبنى عليها التمهيد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ونعتقد أن قرار تأجيل الانتخابات هو قرار صائب كونه جاء ردا على قرار محكمة العدل العليا بإلغاء الانتخابات وإجراؤها في الضفة. هو قرار كقرار قضائي نحترمه ولكن نختلف معه. قرار قضائي نحترمه باحترامنا للقضاء ولكن نختلف معه، كونه انه اذا ما تمت اجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة هذا سيقودنا الى تكريس حالة الانقسام. وهنا جاء قرار حكومة التوافق الوطني بالتأجيل للانتخابات لفترة زمنية. لماذا كان هذا التأجيل؟ حتى لا تكون هذه الانتخابات هي سببا لتعميق الانقسام وصولا الى ما يسعى اليه الاحتلال الاسرائيلي من فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، والذي نعتبره هو تدمير للمشروع الوطني الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على شطري الوطن وعاصمتها القدس. استاذ رفيق، ولكن من هنا ندعو حكومة الوفاق الوطني للدعوة للقاء وطني شامل لتحديد موعد جديد للانتخابات حتى تكون من خلالها لإنهاء هذا الانقسام البغيض. طيب، من خلال متابعتك للسلوك السياسي يعني لقيادة السلطة الفلسطينية، احنا تلهفنا لهذه الانتخابات. نحن في موضوع الانتخابات، نحن حينما اعلن على موضوع الانتخابات تلقفناه بلهف وضغطنا على ان تستمر الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن استاذ رفيق، ولكن كون انه صار هنالك بعض الاجحاف، انا الصوت عندي مش كتير، مش عارف. هل تسمعني الان بشكل جيد؟ فضل. نتحدث هنا حول ان هذا القرار ربما وصل الى هذه النتيجة كون انه صدر دون ترتيب للوضع الداخلي الفلسطيني. من خلال متابعتك للسلوك السياسي لقيادة السلطة، وكيف ترى اتجاهها السياسي وإلى أين هي ماضية في هذا الاتجاه السياسي، وهل من الصحي أن تستمر في كل ما تقوم به بعيدا عن الإجماع الوطني وبالذات الفتحاوي الداخلي ثم الوطني الفلسطيني؟ يعني احنا كنا وما زلنا بندعو الى حوار وطني شامل لاعداد استراتيجية وطنية شاملة. لماذا؟ لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي يعني تقييم ادوات عملنا في المرحلة السابقة عنه في المرحلة اللاحقة. والسؤال الجوهري الان، هل ادواتنا السابقة حققت ما نريده ام لا؟ وهل استراتيجيتنا السابقة حققت ما نريده أم لا؟ عشان أنا أجاوب على هذول السؤالين، هذا كلام بيحتاج إلى ورشة عمل طويلة وكبيرة بتخللها الصراحة والمصارحة والتمسك بالإرادة السياسية إلى أين وصلنا حتى نعرف مكائن القوة ومكائن. ولكن متى سيحدث هذا استاذ رفيق؟ وانا اعتقد يعني اننا بحاجة قضينا 10 سنوات شاملة من هذه السياسة، 10 سنوات من هذه السياسة، وعشر سنوات من الانقسام، وعشر سنوات من التشرذم، وعشر سنوات الان ايضا في تدهور للوضع الفلسطيني. متى ستدرك القيادة السياسية للسلطة ضرورة ان يكون هناك اجماع فلسطيني واعادة بلورة لكل الصياغة السياسية الفلسطيني، كون أن الكل ربما ضاق ذرعا من كل ما يحدث ومن توقف الأوضاع ومن عرقلة الواقع السياسي الفلسطيني
ومن تغول الاحتلال على كل ما هو فلسطيني. الآن نحن نعيش حالة ربما متوقفة تماما في كل المجالات، حتى الزخم الشعبي ربما غير موجود في صرخة القدس، في السلوك السياسي، في كل ما يحدث. متى سنتوقف في لحظة ونراجع كل ما يحدث؟ أنا أقول لك إنه يجب أن ندفع كقوة وطنية للضغط على القيادة السياسية. نعم. لأجل حوار وطني شامل. فما هي أدوات هذا الضغط؟ وإلا سيبقى حالنا على ما هو عليه. أدواتنا زي ما هي أدوات سؤالتنا أدواتنا إيش؟ نعم، ما هي الأدوات التي من الممكن أن يمتلكها أدوات هل نعم هذه الأدوات يجب أن ندعو إلى حوار شامل، يجب أن نركز عملية الانتخابات، يجب أن نفعل العمل الجماهيري، يجب أن نثير ونهيج الشباب الفلسطيني. نعم. للثورة ضد الانقسام والمنقسمين. وأنا من هذه الشاشة أقول على الكل الوطني وعلى الشباب الفلسطيني أن يثوروا في وجه المنقسمين، لأنه بسبب هذا الانقسام تعطلت مصالحهم، أقفلت المعابر. نعم. أبناء الشهداء والجرحى تعطلوا مصالحهم، يبقى على الشباب وأبناء الشهداء وأبناء الجرحى أن يثوروا في وجه المنقسمين. ولكن أستاذ رفيق، لماذا غابت هذا التثوير للشباب؟ ينصلح حالنا الوطني. نعم. لماذا غاب هذا التثوير؟ أن ينصلح حالنا الوطني إلا إذا ما وجدوا أن هنالك مواجهة من قبل الشباب الفلسطيني. لماذا غابت هذه المواجهة خلال 10 سنوات؟ ولماذا غاب ربما دور الشارع؟ ولماذا غاب دور الفصائل خلال 10 سنوات؟ لو تحرك هذه الفصائل خلال هذه المدة ربما في صورة تراكمية لانتهى كل شيء. نحن نعيش الآن 10 سنوات، وتراكمت على هذه 10 سنوات سياسة فلسطينية باهتة ومواقف أيضا ضعيفة، وكل الصورة الفلسطينية أصبحت ربما غير واضحة. أين كنتم في الفصائل الفلسطينية من كل ما يحدث؟ كنا ولا زلنا ندفع باتجاه أن يقوم الشارع الفلسطيني بشبابه. نعم. ونسائه وأطفاله في وجه المنقسمين. نعم. ولكن آلة القمع والوضع المتنفذ في قطاع غزة كان يحول دون أن تتم هذه الهبة. وفي الضفة يعني على سبيل المثال. نعم. العمل الدبلوماسي. نعم. العمل الدبلوماسي ينجح في كل مرة في تحقيق طموحات وأمال الشعب الفلسطيني. وكما ذكرت في بداية حديثي في موضوع انتصار الدبلوماسية الفلسطينية في موضوع اليونسكو وكان قبلها في الأمم المتحدة، الهبة الجماهيرية في بلعين وفي نعلين، ألا تعتبر هذه هي من ضمن المقاومة ومن ضمن من أجل تحريك الشارع الفلسطيني؟ يعني أنا لما باجي بطالب انتخابات وبوافق على انتخابات، أليس من أجل تغيير الوضع القائم في قطاع غزة والضفة الغربية؟ نعم. لما انه بتيجي محكمة العدل العليا وبتصدر قرارها وانا بقول بحترم قرار المحكمة العليا. نعم. ولكن بختلف معها لانه بهذا القرار بيؤدي الى تعميق الانقسام. نعم. لما انه تتعطل الانتخابات في كل المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة، الا يعني ذلك ان هنالك سياسة قمعية في داخل. نعم. قطاع غزة. نعم. ليس لدينا اي انتخابات في اي مؤسسة او في اي نقابة سوى نقابة المهندسين سوى نقابة المحامين فقط. ومعطلة الجامعات، معطلة يعني آلة الإرهاب اللي موجودة في قطاع غزة هي التي تحول. نعم. دون تحقيق أهداف الشباب الراغب في التغيير. طيب. وكمان أنا بقول أنه على القيادة الفلسطينية أن تفرض هيمنتها وأن تضغط وأن تأتي هذه الحكومة حكومة توافق وطني إلى قطاع غزة. وإذا كان الأخوة في حماس ما بدهم هذه الحكومة حكومة توافق وطني، فلنذهب إلى حكومة وحدة وطنية ويشاركوا في القرار. نعم. المعابر، مين ساب إغلاق المعابر؟ هو الانقسام. مين ساب الكهرباء؟ هو الانقسام. مين ساب غلاء المعيشة؟ هو الانقسام. مين سبب
البطالة في 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 قطاع غزة والانقسام. فلنعمل سويا ونتمتع بإرادتنا السياسية دون أي ضغوط من أي مواقف خارجية حتى ننهي هذا الانقسام البغيض. طيب، تحدثنا أستاذ رفيق حول الخيارات وحول الأدوات وحول متى يمكن أن يتحرك الفصائل أو دعوتكم المستمرة منذ 10 سنوات وحتى هذه اللحظة. الآن في حال استمر كل ما ذكرنا على ما هو عليه، انقسام وتشرذم وتشظي وغياب للرؤية السياسية الموحدة الفلسطينية، تحرك سياسي من قبل قيادة السلطة، وربما تحرك آخر في قطاع غزة، وكل يغني على ليلى. في حال استمر هذا السيناريو على ما هو عليه، ما النتائج الوخيمة التي سيشهدها الفلسطينيون؟ والاحتلال لا ينتظر أحد، والوضع الإقليمي والدولي لا ينتظر أحد، ما الذي سنشهده؟ يعني أنا بدي أقول بكل صراحة، أكاد أن أجزم أنه لو تعاطينا بطريقة صحيحة لما استمر هذا الانقسام لمدة 10 سنوات. ونخشى ما نخشى أن يؤدي استمرار هذا الانقسام إلى الانفصال، وهذه هي وكأننا يعني نطبق سياسة الهروب للأمام، ولحتى الآن لم تتوفر هذه الإرادة السياسية لإنهائه. أصبحت ساحتنا الفلسطينية الداخلية لعبة بين قوى إقليمية تغذيها إسرائيل لتحقيق مصالحها ولوعد أي فرصة لتحقيق حلمنا بإقامة دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس. وأقول بكل صراحة ووضوح أن الانقسام الفلسطيني لن ينتهي إلا إذا كان هنالك هبة شعبية غاضبة على الانقسام والمنقسمين التي تهدد مصالحهم التي اكتسبوها من خلال هذا الانقسام على مدار عمر الانقسام 10 سنوات. وعلى شعبنا الفلسطيني وخاصة الشباب منه أن يثوروا في وجه المنقسمين، لأن الانقسام يهدد مستقبلهم، وكذلك على كل من هو متضرر من هذا الانقسام من أهالي شهداء وجرحى وما شابه ذلك، يجب عليهم أن يثوروا. علينا أن نغير من أدواتنا، وعلينا أن ندفع باتجاه اللحمة الفلسطينية، وعلينا أن نرتب أوضاعنا وبيتنا الداخلي، وعلينا أن ندعو لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني واجتماع المجلس المركزي، وأن يتم الدعوة أيضا للأخوة في حماس والجهاد الإسلامي بأن يشتركوا في الانضمام إلى المجلس الوطني حتى تكون الحوارات على ذات الطاولة، وليتحمل كل الفلسطيني من القوى الوطنية والإسلامية مسؤوليته في عدم استمرار هذا الانقسام الذي كما سبق وأن ذكرت نخشى ما نخشى أن يؤدي إلى تحقيق المصالح الإسرائيلية بالانفصال عن الضفة الغربية عن قطاع غزة، وبالتالي تمرر مرادها بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. رفيق أبو ضلفة، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، كنت معي على الهواء مباشرة من غزة، شكرا جزيلا لك.